كويس، والموضوع ده لازم يتم طبعا. ان انت ناس زي دي لازم ان انت تقبض عليهم ولازم ان انت تعاقبهم، بس اهم حاجه ان هم يكونوا ملحدين فعلا. يعني هو في طرق كتير تقدر تتعامل معاهم. يعني مثلا اول طريقه، الموقف ده مش اول مره يحصل موضوع الملحدين. يعني انا من النبي عليه الصلاه والسلام واحنا دوله اسلاميه، فاكيد كان في طريقه اتعامل بيها مع الناس دي او الصحابه، هي الطريقه الصح وهي الطريقه الكويسه ممكن يتعامل بيها، ان هم دول ناس المرتدين او الملحدين او الناس اللي هي بتقوم بفتنه وما لهمش علاقه بربنا خالص. دول فئه مرض في البلد، لازم يكونوا بعيد عن الشعب كله، لان دي مرض ممكن ينتشر في البلد. لو طبعا مش هيقول لك، هو انت بتعرف عن طريق مثلا طريقه كلامه واتجاه افكاره هو بيفكر ازاي، بتعرف اذا كان هو ملحد ولا حد. الرده اللي زي ما حصل ايام الصحابه لما الناس ابتدت ايام سيدنا ابو بكر الصديق بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام توفى، فكان يعني ربنا امر، يعني او هو ده الصح اللي ربنا امر بيه، ان انت بتحارب الناس دي، لان الناس دي مرض لو انتشر في الدوله او في المكان اللي انت فيه هيدمر الدنيا خالص. والله هو الناس المتخصصة في الموضوع ده، ان انا ما اقدرش احكم ده حلال او ده حرام او ده كذا او ده كذا، الناس المتخصصة يمكن اكتر او الناس اللي فاهمة في القانون والدين هي اللي ممكن. القبض على الملحدين يجوز. الملحد اولا هو من لا يؤمن بالله ورسوله، تمام، ولازم محاربة الفكر بناء على الفكر اللي هم بيتطرفوا اليه، ودوت دور الازهر. المفروض الازهر لو الملحد انت تعرفه بطريق مناقشتك ليه، لازم دور الازهر يخش هنا في طريقه التعامل مع الناس، تشوف مين هو الملحد، مين هو اللي مش مؤمن بوجود الله، وتعامل بناء على الفكر دوت. الدوله تتعامل معاهم ازاي؟ اولا في حكم الرده، احنا مش دوله ما بتطبقش الشريعه الاسلاميه، دي حاجه يعني. ثانيا المفروض الدوله الدين بتاعنا يسر وليس عسر، تمام، المفروض نتعامل مع الناس بيسر. يا يعني واحد ملحد، الرسول عليه الصلاه والسلام ايام ما كانوا الكفار بيبهدلوه ايام مناقشه الرساله بتاعته، كان بيسيسهم وبيدخلهم الاسلام بطريقه سياسيه جميله بتخلي الواحد يعرف ازاي يدخل الاسلام. المفروض احنا مع الناس اللي زي ديت ازاي نعلمهم الاسلام، ازاي نقول لهم ربنا موجود، ازاي نقول لهم الدلائل الموجوده على وجود ربنا ووجود سيدنا محمد. والله القبض على الملحدين المفروض يبقى اولا يكون في توجيه من الازهر، يعني لازم الازهر الشريف في علماء وفي ناس من الازهر، المفروض الناس دي في علماء يقعدوا معاهم ويقوموا للطريق السليم. والله الدوله تتعامل معاهم مش بتعامل عنف، لا، تتعامل معاهم بالحسنى، تتعامل معاهم بالكلمه الطيبه وترجعهم على الفكر اللي هم فيه. الملحد لازم اكون قاعد معاه، لازم اقعد معاه واعرف فكره ايه. اللي يقول الكلام ده علماء الازهر مش احنا. والله هو الملحد اللي احنا شفنا كام واحد ملحد جاي في التلفزيون كده والاراء بتاعتهم لما جابوا لهم نظم الازهر وبداوا يتكلموا معاهم، ماشي، احنا نعرف الملحد فين بس الاول، وبعدين نقعد نتكلم معاه ونشوف ان كان ملحد ولا مش ملحد، ولو كان ملحد نجيب له نص من الازهر ترجعه بقى، لا اما ما رجعش تقبض عليه، ده حقنا. كيف هتبقى؟ والله الدوله لو هو فعلا تحت ايد القانون مفيش حاجه اسمها يقعد ونتعامل معاه كمعاق ملحد، يبقى تحت ايد القانون، القانون يحاسبه ان هو دوت قصر في الديانات او اتكلم في الديانات. من كلامه او من طريقته اعرف من ايه؟ طب ما الناس كلها راكبه ايه وماشيه، انا عايش عرفني ان هم ملحدين ولا مش ملحدين، اقعد معاه اتكلم معاه، وبعدين مش هاخده احبسه، اخده بقى اجيب له حد من الازهر يقنعه، ولو قنعه خلاص ما اقتنعش يتحبس، لان مش هم مش كتير في البلد، هم بتاع 20 30 واحد 50 واحد. لا 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 ده حاجه ثانيه، دي شريعه وموضوع ثاني غيرنا. كل واحد ملحد يتقبض عليه، صح، بس هل انت عرفت اللي هو ملحد؟ الدولة تتعامل معاهم ازاي؟ لو هم خارج نطاق القانون تتعامل معاهم بكل حزم. ده السؤال اللي انا بطرحه على الحكومة، ازاي هم يعرفوا اللي هو ملحد؟ مش ده السؤال اللي المفروض يطرح للحكومة؟ صح؟ مش هم اللي هيعرفوا ولا انا اللي هعرف؟ لو هو ملحد، لو انت اقتنعت 100% اللي هو ملحد، طبق عليه حكم الردة زي ما ربنا قال في كتابه.